ايه هي اسئله الكول سنتر فودافون يوكي؟ كتير جدا بيسالنا، فيلا بينا نشوف هذه الاسئله. اول حاجه introduce yourself both professionally and personally، عرف نفسك بشكل احترافي، سيرتك المهنيه وكل حاجه، وكمان personally عن طريق شخصيتك، وعرف نفسك اسمك ايه ودرست فين وهكذا. تاني سؤال tell us about a situation you explained a hard information or a topic to someone. احكي لي tell me، احكي لي موقف مهم جدا، احكي لي انت اضطريت في انك تشرح معلومة صعبة او دقيقة لحد اخر، وده عشان يختبر قدرتك على الشرح، لان العملاء يقولك احكي لي او عرفني او بسط لي المعلومة، فبيحاول انك تكون بالنسبة لك عندك القدرة دي. ثالث سؤال explain the internet service to an old person who doesn't know about it. اشرح خدمة الانترنت لشخص كبير في السن عمره ما استخدم او ما بيعرفش يتعامل معاها، فازاي تشرحها له باكرمز وتشبيهات وبطريقه بسيطه، هو ده اللي بيركز عليه. من ضمن الاسئله ايضا describe the previous experience and skills، اشرح لي الشغل السابق اللي انت اشتغلت فيه والمهارات اللي انت اتعلمتها. من ضمن ايضا الاسئله why customer service field، ليه اخترت مجال خدمه العملاء؟ لازم يكون عندك رد. Tell about a challenging situation you faced before. فانت لازم تخلي بالك كويس قوي من المواقف اللي انت تعرضت ليها وليه وخرجت منها بايه. Describe the time you have a new thing or a memorable situation. يعني احكي لنا موقف انت عملت فيه حاجة جديدة او كان حاجة memorable او حاجة انت تذكرتها، حاجة بالنسبة لك ريماركبل جدا، حاجة انت بالنسبة لك مهمة جدا انك تفتكرها، حدث كبير في حياتك مثلا نطيت نقطة الثقة فده اداني ثقة، يعني حاجة زي كده تكون تتذكرها بشكل دائم. من ضمن الحاجات ايضا a situation you were figured out that you are a good at doing something، يعني موقف انت اتحطيت فيه او استنبطت منه انك قادر انك تعمل حاجة بشكل جيد، يعني مثلا الطلب منك او مراتك ما كانتش موجودة فدخلت المطبخ، ايه ده اكتشفت انا بعمل اكل حلو، ده يعني مثال situation يعني، بس طبعا حاول انك تشوف situations تانية. How can you explain the internet service to 70 years old customer، نفس الموضوع لشخص كبير في السن. What will the customer service add to your career life، ايه اللي هتخلي خدمة العملاء تديه لحياتك المهنية. من ضمن الاسئله برضك لو معاك فلوس تحب تحتفظ بيها لنفسك ولا تساعد حد محتاج، ولو هتساعده هتساعده ازاي، طبعا بالانجلش. ايه هي السمات اللي بيتمتع بيها افضل صديق ليك، قول لي على حاجه انت ممتن ليها جدا وليه. تفتكر حفظ الاسئله قبل الانترفيو افضل ولا انك تقولها من تلقاء نفسك؟ ممكن يسالك سؤال كده عجيب يعني. Describe a time you faced academic or a professional conflict and how did you handle it. موقف كان فيه academic او professional conflict يعني في تضارب لي المصالح. Tell me about a movie or a book or a topic for 2 minutes. احكي لي عن كتاب او فيلم لمده دقيقتين، فلازم برضك تحضر الموضوع ده. How would you rate your life from scale 1 to 10؟ قيم لي حياتك من 1 ل 10 وليه. What difference between a good and exceptional one، ايه الفرق ما بين الشخص الجيد والاستثنائي. How long you are willing to stay if hired، ايه الوقت اللي انت متوقع انك تفضل فيه لو تم تعيينك، عشان يشوف انت يعني لا ده انا بس شهر وهمشي ففي الغالب مش هيعينك. Choose one super power to have and why، اختار قوة خارقة وليه. How would you explain Facebook to your grandmother، برضك اسئلة ازاي تشرح حاجة زي الفيسبوك لجدتك. Tell me funniest thing that you ever happened to you، موقف مضحك جدا حصل لك اكتر حاجة. Hardest decision you took in your life، ايه اقوى decision او قرار انت خدته. ايه اكتر حاجة انت ابتكرتها. Good advice والدك قالها لك وانت صغير. Tell me about your childhood، احكي لي عن طفولتك. What animal would you like to be، ايه الحيوان اللي حابب انك تكون بيه تكون معاه. What is the difference between probability and opportunity. What would you use your creativity to benefit Vodafone، ايه اللي ممكن تستخدم الكرياتيفيتي بتاعتك والعبقرية عشان تساعد فودافون. Most challenge you have faced professionally، ايه اكتر التحديات اللي واجهتها. الكواليفيكيشنز اللي انت شايف انها بتتناسب مع خدمة العملاء. الفرق ما بين خدمة العملاء والتيلينج والتيلي سيلز.
فدي من ضمن الأمور اللي لازم تاخدها في الاعتبار. Why do you think interview gets stressed about interviews؟ من ضمن برضك الأسئلة ممكن يسألها لك، ولكن كل دي من ضمن الأسئلة اللي لازم تاخدها في الاعتبار. أتمنى أكون جاوبتها، ولكن التحضير التحضير التحضير، عيد الفيديو ده تاني وحضر الأسئلة بتاعتك عشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.